نعم هولير، نحن نتحدث عن استمرار للقصف الجوي والمدفعي على مختلف محافظات في قطاع غزة. ربما خلال الساعات القليلة الماضية شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على وسط القطاع، تحديدا مخيم النصيرات، بلدة الزوايدة، منطقة المغراقة، جحر الديك. هذه المناطق تقع وسط قطاع غزة، تعرضت لقصف جوي ومدفعي، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح. هذا بالإضافة إلى استمرار العملية البرية الموسعة في مدينة رفح جنوب القطاع وما في مخيم جباليا شمال القطاع. دعيني أبدأ بآخر ما يحدث في مدينة رفح، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن إضافة لواء جديد إلى مدينة رفح للقتال في هذه المدينة بعد توسيع العملية البرية في المدينة، ووصل إلى أحياء البرازيل ومحيط بنك فلسطين وحي السلام، وهذه مناطق تقع وسط مدينة رفح وسط مدينة رفح من الناحية الجنوبية، أي بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية وتحديدا عند محور فيلادلفيا التي سيطر الجيش الإسرائيلي على نصف هذا المحور مع شارع صلاح الدين، ويقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائفه المدفعية وشن غاراته الجوية، الأمر الذي أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل وإصابة عدد كبير من المواطنين، وهناك عدد كبير أيضا من الشهداء، ولكن يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمنطقة نظرا لخطورتها واشتداد المعارك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، والتي ما زالت الفصائل الفلسطينية رغم يعني القصف الجوي والمدفعي إلا أنها ما زالت تتصدى لقوات الجيش الإسرائيلي وتستهدف الآليات والدبابات التي تتقدم إلى وسط مدينة رفح، والتي أصبحت هذه المدينة وخاصة من شرقها حتى وسطها شبه خالية من المواطنين الذين نزحوا تحت أزيز القصف الجوي والمدفعي. وكما ذكرت ما زالت العملية مستمرة، والجيش الإسرائيلي أعلن ويعلن عن توسيع هذه العملية. أين يتجه هؤلاء المدنيين زميل عامر؟ المدنيين في رفح أين يتجهون؟ ذكرت بأن المدنيين يعني من الأحياء الشرقية إلى الوسط هي شبه خالية من المدنيين، يعني أين يتجهون هؤلاء المدنيون، بأي جهة يتجهون زميل عامر؟ نعم العديد، يعني نحن نتحدث عن قرابة 900 ألف فلسطيني بحسب تقارير للأونروا بأنهم نزحوا من مدينة رفح. هؤلاء 900 ألف فلسطيني منهم من اتجه إلى منطقة مواصي غرب مدينة رفح، ومنهم هنا جاء إلى مواصي دير أو منطقة غرب دير البلح وغرب المحافظة الوسطى تحديدا النصيرات ودير البلح، بالإضافة إلى مواصي خانونس. ولكن يعني كما كنا نشاهد في السابق التكدس في مدينة رفح والذي وصل بها قبل بدء العملية عدد النازحين إلى 1,400,000 فلسطيني، ربما الآن منطقة المواصي من مدينة رفح حتى مخيم النصيرات باتت تتكدس في النازحين، وفي منطقة محصورة لا تجاوز عرضها أكثر من 700 متر وطولها 10 كيلومترات، بات معظم الفلسطينيين أو أكثر من 90% من سكان قطاع غزة باتوا يتكدسون في هذه المنطقة، منطقة المواصي التي يقول عنها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة، ولكن يتكدسون في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، وهي مناطق أيضا يقول الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ولكن في الحقيقة هي غير آمنة، حيث الاستهدافات ما زالت متواصلة، حيث أيضا يفتقرون هؤلاء النازحين أدنى مقومات الحياة، لا وجود للماء، لا وجود للطعام، لا وجود للماء، تتزامن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سجاري ومعبر رفح البري، وتمنع إسرائيل دخول المساعدات للقطاع منذ 6 مايو حتى هذه اللحظة. الأونروا قالت بأنها
توقفت عن توزيع المساعدات نظرا لنفاذها ونفاذ كافة المساعدات من مخازنها، وأعلنت توقف توزيع المساعدات بشكل رسمي في مدينة رفح التي تشهد عملية برية. لذلك نحن نتحدث عن الأوضاع الإنسانية تتفاقم شيئا بشيئا وتتدهور شيئا بشيئا وبشكل متسارع نتيجة استمرار الحرب ونتيجة إغلاق المعابر، والتي حتى هذه اللحظة إسرائيل ما زالت تضرب عرض الحائط كافة هذه النداءات وتمنع دخول هذه المساعدات. ولو تحدثنا عن الرصيف المائي الذي أعلن عن تشغيله قبالة شواطئ قطاع غزة، فهي حتى هذه اللحظة لم يتم إدخال سوى بضع شاحنات قليلة عبر هذا الرصيف، وربما لا هذه الكميات لا تقدر بعشر شاحنات، فما بالك نحن نتحدث عن احتياجات السكان لأكثر من 1000 شاحنة يوميا. ولكن ما دخل ربما من منذ 6 مايو وحتى هذه اللحظة لا تجاوز عدد الشاحنات سوى 20 شاحنة، وهي غير كافية ونقطة في بحر الاحتياجات الأساسية للسكان. وهذا الرصيف العام كما ذكرنا لا يلبي الحد الأدنى ولا يكفي ولا يعتبر بديلا عن المعابر البرية، معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح. فلذلك يعني هناك مطالبات دولية من قبل المؤسسات الدولية والمحلية بضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح البري لإدخال المساعدات للتخفيف ولو جزءا بسيطا من المعاناة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة جراء استمرار هذه الحرب المتواصلة والتي شددت إسرائيل بانحصارها على القطاع. أيضا لو تحدثنا زميلتي هولير بعجالة عن ما يحدث في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث استمرار العملية البرية والتي بدأت تتوسع في جباليا وفي الأحياء المحيطة بها، ولكن يعني الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى العودة وهو يقع بالقرب من مخيم جباليا وتحديدا في مشروع بيت لاهية عن الخدمة، ويحاصر مستشفى كمال عدوان ويمنع الدخول والخروج منه. لذلك منطقة شمال قطاع غزة أصبحت الآن دون مرافق صحية في ظل استمرار العملية العسكرية البرية، وهم ما ينذر بكارثة صحية نظرا لارتفاع أعداد الإصابات والجرحى، وبالإضافة إلى المرضى الذين باتوا لا يجدون مكانا يتلقون فيه العلاج والرعاية الصحية بعد خروج كافة مستشفيات ومرافق شمال قطاع غزة عن الخدمة. شكرا لك زميل عامر على جميع هذه الإيضاحات والمعلومات التي رصدتها من دير البلح، مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا لك.